السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سلوى المطيري. بحب أقول إن من ناحية شروطي للشخص اللي راح يكون أبو طفلي، عندي شرطين بس، وهذا الشيء أنا ما أخذ فتوى من الشيخ فيه. الشرط الأول طبعا عقد رسمي، هذا شيء قرنتي شيء أكيد. الشرط الثاني انجاب الطفل يكون عن طريق تلقيح صناعي، يعني الزوج لا يلمسني ولا ألمسه، نجيب عن طريق تلقيح صناعي. ليش؟ لأن أنا بصراحة أكره رأيي خص في المواضيع هذه، يعني هذا اللي أنا عندي أقوله. بتقولين أنت محتاجة رجل يحميك، أقدر أوظف لي 20 واحد يعني ماني محتاجة الحمد لله، لكن الطفل لازم يكون له أب، وهذا الشيء يكون بعقد رسمي، وإنجابه راح يكون عن طريق التلقيح الصناعي، هذا شرطي. وأنا سأل شيخ دين وقال لي أهم شيء عقد رسمي، يعني شهود وعقد كامل، وثاني شيء لازم الطفل يعترف فيه أبوه. قال هذا مثل طفل الأنبوب، بس أنا مو طالبة طفل الأنبوب، أنا طالبة تلقيح صناعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.